الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأوجب مودتهم في كتابه. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وشكري الجزيل إلى اللجنة القائمة على هذه الثقة في هذا الفقير المتحدث وفي الدعوة وفي إيجاد مثل هذه المنتديات التي نحتاجها في كل قرية لتثري الساحة الفكرية والاعتقادية وتواجه أي حالة انحراف فكري أو سلوكي، وتتابع مجريات الأحداث وتقيم وتعالج وتهدئ انطلاقا من قوله تعالى: ولتكن منكم أمة، أي جماعة، ولتكن منكم أمة يأمرون بالخير، يأمرون بالمعروف، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون على المنكر. جزاكم الله خير على مثل هذه الفعاليات التي تحتاجها كل قرية، حتى لا تبقى القرية تفتقر إلى مثل هذه البرامج الإثرائية وبعد ذلك نقف أمام سلوكيات منحرفة لا نستطيع معالجتها إلا أن نستبق الحدث فنضع اليد على الجرح ونعالج بعض الظواهر السلبية. الحقيقة من خلال العنوان: هل أصبح الإسلام ما يطلبه المشاهدون؟ أيها الأحبة، تحت عناوين كثيرة، وهي إن صح التعبير أن نضعها بين قوسين حديث ذو شجون، إما في الساحة الفكرية أو السلوكية أو الاعتقادات أو الأحكام الشرعية. هل أصبحت الأهواء والمشتهيات النفسية ذات سلطة أقوى من سلطة الدين والمعتقد؟ هل أصبحت أو أصبح العرف أشد قوة من حضور الحكم الشرعي؟ الآن كمثال في حفلات الزواج، الكل يعلم بأن هناك تجاوزات شرعية كثيرة تحدث، ومن أبناء المؤمنين، يعني إذا ما أردنا أن نتكلم بصراحة، والعوائل مؤمنة قد تنقل أخبار أنه كذا في الصالة الفلانية، كذا في حدث كذا. لما تقف على الأمر، ما الذي يقال؟ هذه أعراف. زين، هناك أيضا أحكام شرعية، فهل أصبح الإسلام يتعامل معه وفق مشتهيات وأعراف؟ هل أصبح الإسلام يتعامل معه وفق متطلبات العصر ويسقط أصبح متطلبات العصر أشد حضورا من مرونة هذا الإسلام الذي يتكيف مع العصر والزمان والمكان؟ تطلع الفتاة ممكية متبرجة، سواء مكياج صارخ أو مكياج خفيف سيان، لماذا أيتها الفتاة قالت هذا متطلب عصري للعمل؟ قوانين العمل تفرض على الفتاة أن تتمكج وإلا ما أشتغل. أجواء الجامعية تتطلب أحيانا من بعض ما ترى بعض الطالبات أنه لابد أن تطلع ولو واضع قليل من المكياج. زين، أين حضور الإسلام؟ وين سلطة الدين؟ ضعيفة. هل بقينا نتعامل مع الإسلام انتقائية؟ يعني إذا بدور الصلاة يسأل عن كل صغيرة وكبيرة في الوضوء والغسل والقراءة والتجويد وإلى آخره، لكن نجلس في المساجد، نجلس في المجالس، غيبة، نميمة، فتن. زين،
هل أصبحنا نتعامل بالتقائية مع الإسلام؟ يعني أكو هني شدة ورع وهني ما موجود ورع وتقوى. هل أصبحت المضبطات إن صح التعبير والقوانين اللي توضع للمؤسسات والجهات الرسمية أشد إلزامية من قوانين الدين، قوانين الإسلام، أحكام الشرعية؟ صارت الناس تقول القانون والقانون والمضبطة واللائحة الداخلية ونلتزم بالتزام بحذافير الألفاظ حتى نقف على كل عبارة عبارة، نريد فقط نقيم الوضعية المعينة والموضوع المعين في المؤسسة. هل التفتنا إلى أن هناك سلطة أعلى من هذه المضبطة؟ هل كنا نحتاج يوم من الأيام في التعليم في المساجد نحتاج إلى مضابط أو لوائح إلى جماعة محسوبة على الإيمان كل واحد يحكمها مبدأ أخلاقي إسلامي ديني؟ لأكون صريحا أكثر، في الجماعة، في الأحزاب، في التكتلات، هل أصبح الانتماء إليها أشد التزاما مع الجماعة بقوانين الجماعة من التزامي وانتمائي إلى الإسلام والتصاقي بالإسلام، إلا إذا كانت هذه القوانين وهذه المضابط وهذه مواثيق الشرف بالجماعة تنتقي مع مستقات من الإسلام؟ لذلك كثير من الأسئلة تساور الأوضاع، أوضاعنا إحنا في تعاملنا مع هذا الدين، أوضاع أخلاقية، عقائدية، اجتماعية. هل أصبح إذن الإسلام ما يطلبه المشاهدون أو ننتقي؟ لا نستطيع الإجابة على كل هذه التساؤلات إلا أن نضع اليد على عمدة ما يعالج هذا الوضع. يعني نحتاج إلى مفتاح، نحتاج إلى قاعدة. هذه القاعدة، تفعيل هذه القاعدة، إسقاط القاعدة على المصادر تعالج كل هذه الأمور. وهي أطروحة الثابت والمتغير في الدين، موضوع جدلي ولا زال جدلي، تعامل معه الكثير إلى يومنا هذا، وأساء البعض فهمه والبعض فهم والبعض أصبح مذبذبا بين أن يفهم هذا الأمر وبين أن لا يفهمه، والبعض أصبح ضمن الثابت لا متغير فيه، والمتغير وعدم الثبات. لو ناقشنا هذا الأمر بما قاله وبما ورد على ألسنة الباحثين سنجد أن هناك خارطة طريق لعلاج كل هالقضايا التي يومياً إحنا نتكلم فيها، يعني قضايا فردية، شخصية، اجتماعية، جامعات، أخلاق، تجاوزات، أحكام شرعية. ستجد أن هذه القاعدة حاضرة في علاج هذه الأوضاع. أولاً أطروحة الثابت والمتغير في الدين، وتعني أن هناك أشياء ثابتة متحررة عن الزمان والمكان، وأشياء متغيرة خاضعة إلى إطار الزمان والمكان. عندنا أمور ثابتة ما لها علاقة بالزمان والمكان، أصول الدين، اعتقادنا بأئمة أهل البيت، اعتقادنا مثلاً بالتوحيد، العدل، النبوة، المعاد يوم القيامة، متحررة عن الزمان والمكان، ولذلك هذه أمور ثابتة لا يمكن المساس بها. وللأسف الشديد رغم أن هذه الأمور ضرورية وواضحة، إلا أنك تجد، للأسف أقول، لأنك تجد إلى يومنا هذا بعض الأقوال تحاول أن تغير حتى الأصل الثابت. أنت إذا غيرت الثابت على ماذا تبني؟ شو راح تشيد المبنى إذا أنت أصل القاعدة يعني تفكر فيها؟ شو راح تشيد؟ لأن خذها قاعدة، المنطق يقول المتغير يأتي انطلاقا من الثابت، إذا أنت الثابت نفسها هدمته. ولهذا هذه الأمور أصول الدين متحررة من الزمان والمكان، فمفروض على أن كل مسلم، كل معلم،
معتقد بالدين الإسلامي يجعل أي أمور ضرورية لا يمكن ولا يمكن أن يقدر منها بجواره بما موجود يوم مقلع وجماعة يشككون في البرزخ بحث السباع كواحد يسمون السباع بحث وتصدى له المشايخ والعلماء قبل سنة بس ما صار لها سنة جاي روايات وآيات وكذا في تشكيك في وجود عالم البرزخ يعني أنت قضية بحل وضوح إذا إحنا جايين بنعالج وياك المتغير بنناقش فيه أنت رايح حتى الأصل قاعد إذا أكو أمر خطير جدا هدام بهذا الدين فلذلك ينبغي معرفة أن هناك أمور متحررة من الزمان والمكان الأمور المنظومة الأخلاقية التي نؤمن بها متحررة من الزمان والمكان ما يوم من الأيام يصير الظلم حسن والعدل قليل هي أمور أخلاقية الإخلاص الأمانة منظومة أخلاقية أقبل بها النبي صلى الله عليه وآله وهو القائل إنما بعثت لأتمم مكارما الأخلاق اللي تقبلها الفطرة واللي تنسجم مع الفطرة شوف احنا حديث الفطرة اللي الآن طلع البعض لما يريد يسوق إلى فكرة تقبل في المجتمع يريد يقول هذا اللي انتم عليه الان للذكر مثل حظ الانثيين مثلا او ليس هذا ظلم انا وياك خلاص بعد الامر احنا خاصين من ايه قرانيه واضحه بديهيه لكن للاسف ان هناك اسماء تتلقى مثل هاي الاقاويل بالقبول قد قاعد يتفلسف لي الامور كذا والرجل يسعى والان قبل المراه ما تسعى والان من خلال هذه الفلسفات. اذا اكو امور خطيره ايها الاحبه. الامور الثابته المنظومه الثابته الشرعيه والاخلاقيه لا يمكن المساس بها الغير خاضعه للزمان والمكان. زين اكو عندنا دائرة التشريعات والفقهيات. شوف دائرة التشريعات والفقهيات تخضع للتغيير، نعم، هناك عندنا قواعد موجودة شرعاً، قضية النسخ وهي عملية استكمالية، النسخ موجود في القرآن، نسخ الشائع بعض التشريعات هذا مو معناته التغيير التبديل، يعني انا شاري الحكم لما استنتج ان هذا خطا اجيب مكان حكم اخر، لا مو هالمعنى. المعنى ان هناك قضيه اقتضت مصلحه معينه انيه في زمن معين، لما انقضت مصلحتها اتت قضيه اخرى تستكمل دور القضيه الاولى، سموها نسخ قضية معينة، وحي بيد الشارع المقدس، قضية يحكمها الشارع المقدس. الآن احنا عندنا قاعدة فقهية تتغير إلى أحكام بتغير الموضوعات. الحكم الشرعي يقول هي وضوء بالماء، صار ما عندي ماء، غير الحكم إلى تيمم. هذا في إطار الدين والتشريعات. ما نسمي التغير يعني التبدل، لا، الانتقال من حكم الاصل الثابت الى الحكم الثانوي الفرعي. هذه التغييرات يسمونها مرونه الاسلام. الكثير اللي تغيب عن ذهنه هذه المرونه الرائعه في الاسلام اللي تنسجم مع كل زمان وكل مكان. البعض اذا ما يفهم هاي الامور ويتصرف بعدائية أمام الإسلام ويتهم الإسلام بعدم قابلية للتغير وتنطلق ألسنة الحداثويين خصوصا الضرب على هاي النقطة أن الإسلام إسلام النبي صلى الله عليه وآله وزمان النبي. شو تريدون يقولون؟ يريدون يقولون لك هذا زمان إسلام وزمان النبي، إحنا إسلامنا غير. شو تريد تقول؟ يبغى يغير الاحكام الشرعيه وفق من؟ وفق مشرع يعني امام؟ لا، وفق ادوار
ونشاط عقلي وجهد عقلي. انت في احسن الاحوال ايها الاحبه، احسن الاحوال، اعظم عبقري في على وجه هذه الكره الارضيه، هل يستطيع ان يعطيك حكما شرعيا ينسجم مع اناس الكره الارضيه في كل زمان يمتد مئات السنين؟ لم يستطع لالين ولا هيجل ولا ماركس ولا غيرهم أن ينتجوا قاعدة تستمر لأكثر من 10 سنوات، قاعدة عقلية تستمر ويا الناس أكثر، لأن ما يقدر هو يبني أمر على المستقبل هو يعيش غموضة، يقول ما أدري أنا شو راح يصير عند الناس حتى أنا أجيبهم. ولذلك القدرة لا يمكن إلا من قبل مشرع وخالق السماوات والأرض الناظر إلى هذه القاعدة الفقهية، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام وحرام إلى يوم القيامة. تريد تغيير أو نعم موجود عندنا نمطية الدين، أدوات الدين، أدوات الإسلام هي معدل التغيير والانسجام والتكيف مع الزمان والمكان كما سيأتي إن شاء الله في بعض الأمثلة. إذن قضية المتغير في مساحة معينة باعتبارات معينة من جهة معينة وليس من عقل ونشاط الإنسان، لأن هناك مشرع يتولى شؤون الشريعة وهو النبي أو الإمام، ما يقدر عقل، ما يستطيع عقل. تقول لي فتح باب الاجتهاد، الاجتهاد في اعمال قواعد الدين التي جاء بها النبي صلى الله عليه واله، وليس اعمال قواعد عقليه انتجها العقل الانساني الذي قد لا يدرك المصالح الشرعيه او مدركات الاحكام الشرعيه. ينظر كانما قاعد يدرس قضيه سياسيه يعالجها، لا، الدين مو هالشكل، الدين تشريع. ولذلك أين يكمن الخلل؟ أنا أعطيكم الإشكال وأضع اليد عليك. الإشكال أقرأه بالنص. يقول هذا الدين الذي عندنا الآن فيه ثابت وفيه متغير، ما عندنا مشكلة. تتغير الأحكام بتغير الموضوعات، اليوم أتوضأ، يوم أرجع إلى، يوم أصلي قصر، يوم يتغير حكم إلى التمام، تغير المكان صار عندي قصر. تغير الزمان صارت صلاة قضاء، صارت صلاة أداء، الدين ترى متكيف طبيعيا ويا المكان ويا الزمان، ولا يحتاج واحد يجيب ذكر إلى أحكام. زين. يقول فالثابت محدد بمقاصد الدين مثل العدالة، فتحقيق العدالة هدف ثابت لجميع الأزمنة، لكن تحقيق العدالة يحتاج إلى قوانين. هاي القوانين متغيرة. زين. هاي القوانين اللي انا اشرحها حتى ارسي قواعد العداله، هل هي قوانين منفصله عن مثل ما نقول مفادات ايات القران الكريم او مفادات الشريعه؟ حتى انا ما ابتعد، هو كثير من الناس يقول الاسلام اعطاني هالعنوان وانا بامكاني ان ابتكر واختلق اي قاعده تنسجم مع هذا العنوان. لا يا حبيبي، اكو خارطة طريق جهزها النبي صلى الله عليه واله بشكل واضح، وانا اخاطب ابناء مدرسة اهل البيت، كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. انت عندك العقل في مساحة معينة يحاول ان يدرس، يشخص، يطابق، يأتي بالقاعدة، يسقط على مصادقها، ما عندنا أي مشكلة في هذا الأمر، لكن المشكلة هي انحرافنا بتصرف معين عن أدوات الدين أو عن الآيات، فاصطدمت مع القاعدة الأخلاقية الفلانية، اصطدمت مع القاعدة العقائدية الفلانية، هذا يسمونه التصرف في الدين، والدين لا يتصرف فيه، له حملة وأمم. زين. الآن أعطيكم بعض الأمور التي تغيرت. عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه جد النبي شرع أن الدية
مئة ناقة. دية القاتل مئة ناقة. أنا وياك الآن ما نقدر ننفذ الدية هذه الآن، ونياخذ كذا مئة ناقة. زين، شو العمل؟ العمل أن هناك مشرع يغير هذا الأمر وفق القواعد الشرعية. من هو الإمام؟ مو أي واحد، مو أي واحد، الإمام النبي صلى الله عليه وآله. قولوا نشوف، عندنا احنا الزكاة، خذ معروف الزكاة في البقر والغنم والإبل والغنم الأربعة الفضة والذهب. زين، أمير المؤمنين فرض الزكاة في زمانه في الخيل والبرادين، برادين عن الفيول غير العربية. زين، الآن شو اللي غير لما أصبح عندنا الخيل؟ لما جو الفقهاء يدرسون القضية صار أن القضية بحكم ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، رأوا أن هناك حكما شرعيا خاصا في زمن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تطلب فرض ضريبة على هذا إلى على الخيل أو البرادين. انقضى ذلك الزمان، هم الفقهاء لما يدرسون الروايات يدرسون زمانها مكانها ظروفها محددة أو مطلقة، مقيدة، مخصصة. ولذلك شوف مرونة الدين تجعل الحكم واضح أمامه، يقول هذا الحكم كان لزمن معين، من قام به؟ علي أمير المؤمنين، مو فلان ولا علان. متعتان حلالتان كلام كانت على عهد رسول الله وأنا أحرمهما، نقول على عين ورأس. لكن من هو المشرع؟ مشرع رسول الله أمير المؤمنين الذي أمر الله عز وجل. ما يمكن أي واحد يقترح على الله أو يأتي بعض الأمور. إذا الثابت والمتغير في إطار الدين بأدوات الدين بجهة مخصوصة للتشريع لا من أي إنسان آخر. إحنا لما نشوف الفقهاء كيف يتعاملون تجد منظومة رائعة تتكيف مع الزمان والمكان، ما تحتاج واحد يعلمنا ولا يفهمنا ان هذا يصلح لهذا الزمان ام لا يصلح. الان مثلا اذا نجي الى زكاة الفطر في الزبيب والشعير والحنطة، مو كل البلدان فيها شعير وزبيب وحنطة، ما يزكون يعني؟ لا، جاء الفقهاء درسوا القضية قالوا هذا عنوان على القوت. القوت الغالب في البلد، تروح بلد يقول لك ما عندنا التمر، زكاتهم في التمر. تروح بلد يقول لك عندنا العدس، زكاتهم في العدس، في الهريس، كذا. فاصبح العنوان، لاحظ العنوان يتكيف مع المتغيرات، ما عندنا ثغره حتى احنا نحتاج الى واحد يجي مثلا وفق ذوق معين. والله ليش الساده صار عندهم قسم من الخمس؟ أليست هذه طبقية في الإسلام؟ شوف شلون ينفذك من الثغرة. أوليس هذا طبقية في الإسلام؟ ليش ما يسكن السادة على رأس الريشة؟ يعني العوام كلهم محتاجين فقراء، إيش معنى السادة صار إليهم قسم من الخمس؟ هذا ينم عن حالة جهل بمنظومة التوزيع الإسلامي. يا أخي ما تفهم الإسلام بهالشكل، تعال أنا وياك الآن راح تعرف أن الإسلام لما كذلك بهالنظام هذا ناظر إلى الزمان ومتغيراته. الآن إحنا نقول على سبيل المثال إذا كان السيد يعطى من الخمس لكن الصدقة عليه حرام للمصالح سلام الله عليه، يقول إن الصدقة حرام علينا فأبدلنا الله بها الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة. في ترى توازن، بعد توازن عدالة في التوزيع. انت لما تجي الى السيد توزيع الخمس الى السيد يقول لك يعطى السيد من حق الخمس بما يكفي حاجته فقط حد الكفاءة. لكن اذا جينا الى الزكوات والصدقات للانسان العام لا، يقول ما يخرجه من الفقر الى الغنى. احيانا الان صار منه اكثر. بعد انت لما تجي الى زكاه الفطره
السيد يستلم من جهة معينة واحدة من هاشم، لكن العم يستلم من كم جهة؟ من جهتين، من جهة العام ومن جهة السيد. صار ما أكثر منظومة الإسلام في التوزيع ما يمكن أنت تدركها من خلال أن تقف ضد في قضية معينة تريد تنفذ من ثغرة وهي طبقية في الإسلام. إذا ما تفهم المنظومة الكاملة للتوزيع الإسلامي بتجي بتقول 100% بتقول للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ظلم للمرأة، إشمعنى المرأة كذا. أنت تعال ما فهمت القضية بالأساس. هذه القضية مرتبطة بأمور النفقة الواجبة للمرأة، أمر المهر الذي يعطى إلى المرأة مرتبط بالرد الذي بعد الإرث الذي يرد أيضا على بعض قسمه أو بعض أنواعه إلى المرأة، مرتبط بموضوع آخر، موضوع أن المرأة لو طلبت أجرا على تنظيف المنزل للتربية والرعاية والإضاعة إلى آخره، هذا من حقها ذلك. أي كلها منظومة مرتبطة مع بعضها البعض، ستجد أن هناك عدالة في توزيع الإسلام. إذا ما نسرع إحنا في فهم قضايا الإسلام ونأتي إلى قضية معينة، هي يسمونها المنهج التفكيكي. منهج التفكيك يجود قضية معينة من غير أن ينظر إلى المنظومة كاملة، ثم يريد يجي يفهم الإسلام وكأنما فاز باكتشاف ثغرة في الدين، يريد يبين أمام الناس أنه أنا قاعد أعالج قضية معينة. ما هكذا تولد في الإسلام. إسلام اليوم أكملت لكم، يعني إحنا ثقتنا بالقرآن بإسلامنا بديننا. لما النبي صلى الله عليه وآله قال ما إن تمسكتم بما كتاب الله وعترت أهل بيتي أكمل هذا الدين، ما أوجد فيه ثغرة. ولذلك إحنا لم نبلغ العلم في هالقضية الفلانية، فالله عز وجل جعل لهذا الدين متشرعا أئمة، وبعد أئمة الأئمة العلماء الفقهاء العدول أمناء الله على حلاله وحرامه وشرعه. إذا أيها الأحبة، خلاصة ما نريد أن نقوله وهو الأمر الآن صاير في جدل كثير منا يريد يفهم الدين بقضايا مكتوبة، يجود لقضية من غير ما يفهم المنظومة الكاملة. زين، اثنين، كثير منا يريد يحمل عقله في قضية حسمها الدين، والآن ما بلغت معرفتها، وإلا لو حسن الحكم آيات في الآيات. يعني أنا في أيام الزهراء سلام الله عليها، في أيام الزهراء أعطيك هالمثال، بس هالمثال هذا حتى تعرف كيف البعض ينظر إلى بعض القضايا اللي تصير عندنا. لما نجي احنا الى اسم البتول للزهراء سلام الله عليها، يجي واحد يقول لك يعني الزهراء لن تكون ذات مقام سامي وسيده نساء العالمين حتى تكون بهذه الصفه البتول، يعني التي لا ترى دما ولا ايضا في نفاس. ليش ما الله يجعلها امراه عاديه على حال الناس وتتفوق في علمها وتتفوق في عبادتها؟ شوف شلون يعني ياتي بهذا الاشكال. يا أخي، أنت إذا ما وقفت ونظرت إلى المسألة من منظور كامل آيات روايات، ستجد أن القضية واضحة كوضوح الشمس. أنا أقول لك الآن مثال، أنت لما مريم العذراء سميت بتول ولم يكن لها زوج وتلد من غير زوج، الله عز وجل ما يقدر يخليها عندها زوج حالها حال الناس في العالم. طبيعية يكون عندها زوج هذا طبيعية، وتكون المرأة المصطفات. يقدر الله ما يقدر؟ يقدر، لكن شنو الحكمة؟ ما لا أنا ولا أنت نقدر ندرك. اشمعنى الله عز وجل اصطفى مريم وطهرها واصطفى على نساء العالمين ببعض الأمور اللي كرمها الله عز وجل بها؟ ما أقدر أنا أفهم وأدرك هذا الأمر. أنت حتى هذا الأمر ينسحب على النبي صلى الله عليه وآله. أنا أسألك سؤال، أوليس الله عز وجل بقادر أن يجعل من النبي يتزوج أربع ويقف عند هذا الحد حال حال الناس؟ يقدر. إيش معنى تجاوز إلى أربع؟ خلى غير الأربع.
اجي انا احتاج اقول مثلا الله عز وجل مقادر يجعل رسول الله خاتم الانبياء وافضل ما خلق الله على وجه هذه البسيطه، لانه يجعل النبي رايحا بقيه الناس اربع زوجات ويصبح هو النبي، هذا الله عز وجل. لكن الحكمه والمصلحه التي لا يمكن لا انا ولا انت ادركها، اذا انا اجي الى البتول واقرا روايه اثنتين ثلاث اربع عشر روايات تحدد مفهوم البتول للزهراء بانها التي لا تحيض ولا تردم، يا اخي الله اراد ان يكرمها بهذه الكرامه وقد اكرمها بايه التطهير، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، وجعل بيت امير المؤمنين داخل المسجد، والمسجد يحرم ان يدخله جنوب او حائط، اجمع البيت باهله داخل المسجد وسد الابواب الا باب علي، يعني بيت داخل المسجد. ايش راح نفسرها احنا؟ شلون راح نفهمها؟ اكو جنابه، اكو دم، اكو حيط، شلون جعلهم داخل المسجد؟ امر الهي واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله. قال لموسى وهارون خلوا بيوتكم مسجد، ولكن لا يدخل هذا المسجد حائض ولا جنب الا موسى وهارون وذريتهما. فصعد النبي المنبر وقال للناس: ايها الناس، الله عز وجل جعل موسى وهارون هالشكل بهالقضية، وإن علي بن أبي طالب مني بمنزلة هارون من موسى. يلا كل واحد يقوم يشيل بيته ويسكر بابه من المسجد إلا علي وذريته، يبقى هذا البيت. أنت تفكر شو الحل؟ ماكو حل غير أن الله طهر أهل هذا البيت مع وجودهم داخل المسجد. وروايات يقول الإمام الباقر سلام الله عليه، وأختم بهذه الرواية، يقول الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول: إنما سميت فاطمة بتول، ليش؟ لأن الله عز وجل طهرها من كل دنس وطهرها من كل رفث، وما رأت قط يوما دما لا في حيض ولا نفاس. على نسخ الرواية عشرات الروايات، أنا أقف خلاص ما أقدر، ما أقدر أعمل عقلي أمام هالقضية وأجي أتحجج وأقول كذا. الإسلام مثل ما قلنا من مقدمة هذه الكلمة لا يمكن فهمه وفق المشتهيات وفق الأذواق، حتى الأذواق العقلية في أحسن مستوياتها ما تقدر تدرك مصالح الدين، قضايا كثيرة ما عندك لا أنا ولا أنت نقدر ندركها. شلون توزيع المال في الاسلام؟ ما اقدر ادرك هذا الامر. شلون بعض الامور التي ترد عن اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين؟ يمكن انا وانت ما نقدر ندركها، لكن نقف على معطيات التاريخيه الروائيه نجد الامر واضح امامنا. اجد من الاهميه ان اذكر هذه الروايه حتى ابين لك شلون بعض الامور احنا نستعجل فيها وبعد ذلك تبين امور اخرى. في التهذيب، شوف التهذيب يعني تهذيب، ومو تهذيب فلان وعلان، تهذيب الشيخ الطوسي رحمه الله عليه، يروي الروايه بسند معتبر، يقول قال الامام الصادق عليه السلام، يقول: ان الله عز وجل حرم النساء على علي بن ابي طالب ما دامت فاطمه حيه لانها مطهره لا تحيض. ما اقدر ان اسمع روايه بهالشكل بهالقوه في الاعتبار واجي اتحجج، اقول لا هذا ما ينسجم مع روحي. مو في البدايه الاسلام لا يفهم وفق المشتهيات او ما يطلبه الناس، الاسلام يفهم وفق متطلب قراني روائي واضح. ولذلك ايها الاحبه، عندنا نجد من الاهميه ان نؤكد على هذا العنوان اللي لربما قلة الوعي بهالموضوع تفتح لنا أبواب تشكك حتى في ديننا وحتى في أحكامنا الشرعية. أكو واحد من المشايخ يقول لأحد الفتيات: أنا بخلي مكياج خفيف، ما بخلي واجب. خب الحرام حرام خفيف والله كثير،
ما يصاب الإسلام ولا الأحكام الشرعية وفق أذواق ذوقي. قالت أنا ما أقدر أشتغل، ما أقدر أروح العمل، متطلب لازم أحط مكياج بمسمى معين. ما نقدر، ما يقدر الشيخ يقول مثلا هذا محلل لك يا إخوان، ومن يتق الله يجعل له مخرج حلال محمد حلال ليوم القيامة، حرام وحرام. بدك ثقة بالدين أنه منسجم مع الزمان وعد ومع المكان ومرن. المشرع ناظر إلى هذا، والمشرع هو الله عز وجل، مو إحنا، مو إحنا. النبي، النبي اللي هو العبقرية العقلية الكاملة الكاملة بأجل كمالها، الله عز وجل يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل. النبي ما يتكلم إلا من وحي، وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى وهو النبي. فبالك يجي طالي واحد فلان وعلان وكذا وقال في كتاب القضية الفلانية تفهم كذا، وهذا ظل في الإسلام والتناقض في القرآن، وهي الأمور الهدامة الخطيرة. حتى الشرع الآن، الأمور الشرعية الفتوائية الآن ما تقدر تفهمها. إذا يكون في تعديل في مساحة معينة، شوف السيد السيستاني أطال الله بقاءه وعيده وسدده، لما صارت هي الفتوى الجديدة بأن المدينون بأجل بدين طويل الأجل بحيث أنه يغطي وأكثر من مؤونته أعفاه من الخمس، يقول هي تغيير لمو تغيير، هذا من انتقال فقط من حكم أصلي ثابت إلى حكم ثانوي. فهذا الدين قاعد يتكيف. لا تقول لي ان الدين ما رحمنا، ايش معنى احنا نجمع فلوس؟ يا اخي انت الاموال ما جبتك الا بعافيه وصحه وسلام وتوفيق من الله عز وجل، يبقى منك الا الخمس، مو الك، لا للامام ولا للعالم ولا للوكيل. هاي بترجع الى الامور الدينيه. ولهذا ايها الاحبه نختم بما حدثنا به النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما تمسكتم بهما لن تضلوا، ما تضيع، لا تخاف على روحك، ما تضيع، لن تضلوا بعديا أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.